صعوبات كبيرة يعيشها أهالي منطقة الرياش التابعة لمعتمدية نصر الله، مما اضطرهم للقيام بعدة تحركات احتجاجية سببها غياب مياه الشرب وعدم توفر طريق معبد بالمنطقة ورفض النقل المدرسي نقلهم، مما جعل أبنائهم التلاميذ لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة إلى الآن. أكثر تفاصيل في هذا التصريح. تلميذة آمال الرياشي من منطقة تعشى أحواز نصر الله تحب نطرح مشكلة عندها برشة تلامذة قداش عندها منها. نحن تشدين ديار صغارنا ما يقروش، سواء المدرسة الإعدادية بالكبارة ولا المدرسة الابتدائية بالعجيبنا ولا المعهد الثانوي بين المعاهد الثانوية بنصر الله. المشكلة هنا أن قل الريفي رافض أنه يهز تلامذة نتاعنا، مرفوض ما نعرفوش شنو الإشكال، إشكال سوى الطريق ولا الخلاص نتاعهم، ما نعرفوش شنو المشكلة بالضبط. نحب نوصل صوتي لو كان فما شكون يسمعنا، مسؤولين إداريين اللي عنده سلطة فيدو وينجم يشوف لنا حل للمشكلة هذه يتدخل في أقرب وقت. تلامذة رجعت اليوم قداش عندها من نهار تقرا صغارنا، نحن شادين الدار ما فماش شكون يهزهم، ما فماش نقل. طالبين نحن هيئة المدرسة زادت مش هيئة التلامذة أني تدخلها وتقرا فيها، لا فيها ماء صالح للشراب، ثانوية عندها برشا ولا مجهزة يعني هيئة لقبل التلامذة باش تقرا. والطريق كالعادة الكياس تصب المطر وتحبس التلامذة، من نعزلوا انعزال تام ما نجمو نولوش نقل، ما عادش نجمو نخرجوا من ديارنا باش نلتحقوا بالمعاهد ولا بالمدرسة ولا بالإعدادية باش نقل. هذا وأكد أحد سواق النقل المدرسي بالمنطقة أن رفضهم لنقل التلاميذ سببه عدم خلاصهم. رضا العقل داغ نقل ريفي ما تمديد نصر الله. احنا عنا وضعية النقل المدرسي هذه كل عام نحن فيها. جينا اول عام تمعوا فينا يقولون اموركم واضحة. جيبونا الكونترا في اخر العام. طبونا ترميسة نقعد نستنوا فهمتي عام كامل نحن نستنى في الخلاص. يخلصوناش وفي الخلاص زاد يخلصونا في نص طريقة. مش يعني خلاص كامل. النقل المدرسي هذه وضعية مهمة احلى طيبة. النقل كله يعني فيه مثل كان انا من معتمدية كامل برسم. وليه كامل احنا نشوفوا فيها. هذه كل الناس كلها تعني فيها. سواء خدمات نمشوا. جونا المعتمدية يقولوا برا شوفوا قدام. النقابة كانوا من النقابة يقولوا برا عندكم ديوان خدمات، نمشي ديوان الخدمات مشوا فينا من بلاصة لبلاصة، نمشي للولاية، الولاية يقول نحن خاطيين برا نشوفوا عند وضعيتكم، تكلموا الجمعية، نطلبوا الجمعية ما يهزوش علينا، يحملوا المسؤولية في النقل تلاتة وفي الخلاص يبدوا يجبدوا علينا، فاحنا بكري كنا نهزوا على الولاية بالطريقة أمور قانونية، تلميذ لنهار يتعب يوميا، يمشي الصباح ويروح العشية، في وقته وأمور واحدة مضبوط، ملي دخلت الجمعية تهمشت الأمور ولا الأمور وضعية، قصونا كل عام يقصونا في فلوسنا، مش ندارين على أرواحنا كيفاش نهزوا، تصب المطر ما نقولش حتى كيفاش نقلات تلاتة، احنا منه منا من شركة الكياس ومن وضعية النقل الكلام ذا في حسنونا احنا وضعية الكياس. علاش الكياس؟ احنا السيد الولي جاء عملوا قال سيء في مارس معنا السلاسة ينطلق الاشغال تو هنا في سبتمبر وما تم شيء.